بس سيادتك يا فندم، احنا المعرض السنه دي سيادتك كنت امرت السنه اللي فاتت انه يكبر شويه، عملناه 80 شركه عرضه امام حضرتك. هو هذا هو الجزء الخاص بالمشروع القومي للتنميه البشريه، وهي ببساطه هي رحله حياه الانسان من قبل الولاده، منذ ان يكون جنينا في بطن امه الى ان يتوصل الى مرحله عمريه مختلفه. فيما يخص القضيه السكانيه او القطاع الصحي، بنحاول ان احنا معدلات الانجاب تنزل، وزي ما قلنا حضرتك في العرض معدل الانجاب الكلي وصل الى 2.5، وده اقل معدل انجاب، مستهدفين 2.1. لكن عشان يحصل كده بنحتاج نخفض الاحتياجات الغير ملباه. يعني كل سيده في اي محافظه تروح لعياده او تروح لوحده صحيه تلاقي فيه طبيبه موجوده جوه، وتلاقي فيه وسيله امنه وحديثه تقدر ان هي تستخدمها، ويكون عندنا توعيه وايضا وعي ثقافي من خلال رائدات الريفيات. لو خدنا الامور دي فقط هنقدر ان احنا نوصل ل 2.1 بيسر في خلال السنوات القليله القادمه. لكن مش بس كده في التنميه البشريه، احنا محتاجين في التعليم. احنا عندنا مشكله في الالتحاق في التعليم، سواء في عندنا تسرب من التعليم خصوصا في المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه. مع زميلي في وزير التربيه والتعليم بنحاول نشتغل على القضاء على التسرب من التعليم، نضمن ان كل المواليد في المرحله العمريه سن المدرسه، وبنشتغل مش بس في سن 6 سنوات، بنشتغل عشان يبقى في مرحله اللي هي قبل الدراسه اللي هي من 4 سنين ل6 سنين. وده هيضطر ان احنا مع وزاره التضامن الاجتماعي ومع وزاره التربيه والتعليم علشان ما يبقاش في حد قاعد في البيت لحد سن 6 سنوات. لو ان كل ما الطفل اللي بياخد مراحل من التعليم قبل مراحل الدراسه الاساسيه، مستواه في الادراك وفي التحصيل بيبقى احسن، وده اللي احنا بنشتغل فيه. طبعا مع فكره ان يبقى عنده 10 سنين ويعرف يقرا ويكتب ويقدر يعمل عمليه حسابيه، كل دي امور بنشتغل فيها ببرامج مع وزاره التربيه والتعليم. بنتكلم مع وزاره العمل عشان تربط التعليم الفني ما بين المدارس التكنولوجيه في التربيه والتعليم والجامعات التكنولوجيه اللي سيادتك صدقت بيها. النهارده بنتكلم على اكثر من 12 جامعه تكنولوجيه، وعلى المنصات التعليم المهني في وزاره العمل. وزاره العمل معنيه انها تكون بتقدر تربط ما بين التعليم الفني في المراحل التعليم الاساسي، ثم التعليم الجامعي، ثم الخريج اللي هو محتاج يتاهل لسوق العمل. كمان بنشتغل على نماذج الحمايه الاجتماعيه مع وزاره التضامن الاجتماعي، علشان نقدر، وسيادتك صدقت لنا على ضم فئه من تكافل وكرامه ومن اعمال التشييد والبناء الى منظومه التامين الصحي الشامل او منظومه التامين الصحي. دول حوالي 8.5 مليون علشان نقدر نرفع من متوسط التغطيه الصحيه على مستوى الفئات الغير قادره، وطبعا انخفاض معدلات البطاله بين الناس. احنا عندنا بنشتغل بمعايير دوليه شايفه مصر وبتقول لنا النقاط دي لو عملتوها بيحصل تحسن في مؤشر التنمية البشرية، وده من خلال طبعا يعني مجهود مع حوالي 10 أو 12 وزارة بتشتغل في نفس التوقيت. احنا عملنا طبعا بتصديق سيادتك مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية، اللي احنا اشتغلنا عليها من 17 سبتمبر منذ اطلاقها الى الان، محققة ملايين من الحالات وعلى مستوى محافظات مصر كلها. ان شاء الله نقول لسيادتك في اللقاء في المعرض التاني. توجيهات معانيك بنوطن الصناعة فعلا. احنا دلوقتي انتجنا اكتر من 100 مستحضر كان بيستورد، وفرنا من فاتورة الاستيرادية حوالي 300 مليون دولار، كمان بنصدر من اللي فاض ب 100 مليون. احنا دلوقتي السنة دي ان شاء الله في ادوية الاورام اكتر من 76 مستحضر ان شاء الله هينزلوا السوق المصري. عاملين زي ما علي الوزير ما قال في مصنع البيولوجيكال اللي هي الادوية العالية التقنية اللي سعرها عالي جدا، ام 50,060، احنا ان شاء الله هننتجها وهتبقى اقل حوالي 40% من السعر. كمان كل وسائل تنظيم الاسره احنا وفرناها محليا وب 40% من السعر. فاحنا يعني بتعليمات فخامتك، تعليمات احنا عايزين الجوده اللي تخلي الناس، والله يا فندم اعلى جوده، بصدر ل 80 دوله وهم بييجوا يراجعوا علينا واكسبت كل منتجاتنا. وبتوجيهات معاليك فندم، شرفتنا يا فندم. العربية للصناعة يا فندم الحقيقة بنشتغل معاها بشكل كبير، سواء بتوطين ايضا الصناعات المفاصل الصناعية بتوجيه من سيادتك ان احنا يبقى فيه زيادة في التصنيع المحلي، او من خلال غرف العمليات الكبسولات الجاهزة، او بعض الاجراءات بدأوا في تجميع وحدات الاشعة المختلفة باختلاف انواعها، طبعا بخلاف المصانع السرنجات ذاتية التدمير وكثير. وعربيات الاسعاف برضو بتعليمات من سيادتك هيبتدوا، عشان بدل ما نستورد يبقى عندنا اكتر من مجال ان احنا نصنع بيه عربيات الاسعاف.
المنظمات الدوليه يا فندم بتشتغل معانا طبعا من خلال كل الهيئات التابعه للامم المتحده، هم هنا واخدين الجناح علشان ممثلين لكل الجهات المعنيه بالامم المتحده، وبنشتغل معاهم في مبادرات كثيره جدا سواء في برنامج اسره او برامج الخاصه بالتنميه تنميه الاسره في مصر، او البرامج الخاصه بالتدريب والتاهيل للكوادر الصحيه، او من خلال وحدات الرعايه الاساسيه. يعني الحقيقه تواجدهم معانا متميز جدا من خلال كل الجهات التابعه لمنظمه الامم المتحده. شكرا. المبادره اللي اطلقت يوم 17/9 سميناها بدايه زي ما سيادتك صدقت لنا عليها. احنا عدد الخدمات المقدمه لحد دلوقتي حوالي 55 مليون خدمه، سواء من خلال خدمات للمراه او ندوات توعويه او خدمات شبابيه ورياضيه او توزيع بطاقات تكافل وكرامه على مكانهم. وزاره العدل راحت معانا فتحت اماكن توثيق في كل محافظات مصر، بدل ما كان بيتحمل المواطن اعباء ان هو ينتقل الى بعض المحافظات، لكن قوافل طبيه في كل مكان. ايضا الشركات الخاصه بالتمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، خدمات صحيه في كل، سواء خدمات متنقله او من خلال الوحدات الصحيه او من خلال ايضا المستشفيات، مواد غذائيه موجودين في كل الاماكن. اشتغل معانا 9800 سفراء، فتحنا على موقع الكتروني، تقدم ناس دخلوا معانا من الشباب اشتغلوا لحد النهارده محققين نجاحات كبيره جدا. احنا بدانا بقالنا 38 يوم وشغالين في 27 محافظه، والحقيقه في تعاون كامل من كافه زمايلي المحافظين وكافه القطاعات التنفيذيه في على مستوى المحافظات. ده جناح الوزاره ستة، كنت صدقت لنا على المشروع القومي للمدينه الطبيه للمستشفيات والمعاهد التعليميه كاكبر نموذج هيتعمل ان شاء الله في مصر، من حوالي 4300 سرير في المنطقه اللي ستك اخترتها بنفسك في طريق العين السخنه امام منطقه العاصمه الاداريه الجديده، مكونه من 18 معهد طبي متكامل في كل التخصصات الطبيه. سيادتك، المدينه الطبيه بتمثل جزء رئيسي طبعا في خطه وزارة لتطوير الخدمات الصحية، وبتكون أو بتعتمد أساساً على تطوير السعة السريرية، عدد الأسرة اللي بتخدم المرضى، فمن خلال 18 معهد ومركز طبي ومستشفى تعليمي بتوفر 4300 سرير، بخلاف اكشوالي منطقة للريهابليتيشن والويلنس فيها 900 سرير إضافية، وعلشان كلهم مدعومين بمناطق مراكز للأشعة والتحاليل بتحتوي أحدث الأجهزة وأحدث المعدات الطبية. أيضا بتطور الخدمات الطبية على مستوى تأهيل الأطباء والكوادر الفنية من خلال منطقة فيها جامعة وكلية تكنولوجية ومعاهد تدريب، مدعومة بمراكز أيضا للمؤتمرات و معامل أبحاث، بتستطيع تخريج حوالي 4000 طبيب وكادر طبي على مستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا أيضا. المنطقة كلها لأنها تحوي حوالي 23000 عامل بيعملوا في المستشفى وفي المعاهد، ففيها أيضا منطقة سكنية لخدمة كل هذه المنطقة، بالإضافة لمنطقة استثمارية وفندق. طبعا مركز بهذا الحجم هيبقى واحد من أكبر المراكز العلاجية والخدمات الصحية في العالم العربي، كمان هيجذب الكثير من السياحة العلاجية اللي بتتوافق مع خطة الدولة في هذا المجال. شكرا فندم. تواصلت مع حضراتكم على شاشة قناة نيل الأخبار، وعلى مدار هذه الحلقة ساعتين فاتوا بالتأكيد الحدث الأبرز ما تابعناه ونتابعه مباشرة من العاصمة الإدارية الجديدة لفعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية اللي بتستمر هذه الفعاليات حتى 25 من هذا الشهر، ورابط كبير جدا كما يتضح من خلال المتابعات والتحليلات والحوارات ما بين البشر والتنمية وأهمية الاستثمار في الإنسان المصري، وكثير من المبادرات وثيقة الصلة بهذا الشأن على رأسها مبادرة حياة كريمة ومبادرة بداية. مشاهدينا الكرام، نبقى معكم والمزيد من المتابعات والتغطيات بتتواصل على شاشة قناة نيل الأخبار. كونوا معنا على الدوام.